السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا حسن المجتبى، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وأخيه العباس باب الحوائج وأخته زينب أم المسايب. السلام عليكم جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاه، السلام عليك يا غريب الغربة، السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، ألمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى